مزيد من التوضيح والحديث عن كل هذه المشروعات السكنية طبعا التي افتتحها الرئيس اليوم معنا الأستاذ عبير عصام المطور العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر. أهلا بك يا أستاذ عبير إلى هذه النشرة وعلى شاشة أونلايف. بداية بما أن حضرتك من جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، لو نجمل يعني ما الذي تم افتتاحه وتطويره تحديدا في السادس من أكتوبر اليوم؟ الحقيقة 6 أكتوبر كان ليها نصيب الأسد من التطوير العقاري والتنمية العمرانية، لأن 6 أكتوبر من المدن الجديدة الواعدة، وكان في مدينة جديدة منبثقة من مدينة 6 أكتوبر وهي حدائق أكتوبر. الحقيقة حدائق أكتوبر يمكن فيها عدة مشروعات من اللي بيتكلم عنها سيادة الرئيس، مشروعات فيها مئات من ألافات من الوحدات السكنية استكمالا للمشروع القومي والوحدات الإسكان الاجتماعي وبيت العيلة. الحقيقة 6 أكتوبر يعني حظها وافر من المشروعات في الأربع سنوات اللي فاتت، ويمكن مشروعات أصبحت آدمية للشباب، والجاب اللي كانت دايما بين المطورين العقاريين وبين احتياج الشباب للسكن يمكن دلوقتي الحمد لله بقى حاجة بسيطة جدا، فرق بسيط جدا جدا اللي احنا كمطورين عقاريين بنشتغل عليه عشان نسد الفجوة ما بين المنتج من الإسكان الشباب واحتياج الشباب الفعلي. نعم، طيب أستاذ عبير يعني لنكون دقيقين أكثر ونقترب من المشهد، لأنه لدينا افتتاحات عديدة اليوم ربما لم يتمكن المواطن من حصرها مرة واحدة. في السادس من أكتوبر سيكون هناك كباري بتربط بين ماذا وماذا في السادس من أكتوبر، وأيضا وحدات مصر كما ذكرتي وحدات إسكان اجتماعي، يعني لو تعطينا تفاصيل أكثر. ده هي. يمكن الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر في خلال السنوات اللي فاتت ما كناش متصورين ان احنا نقدر نحصل على 500,000 وحده سكنيه منشاه فعلا بالفعل، وليها يعني اصحابها اللي هيبتدوا يستلموها، وعدد كبير جدا من الشباب في 6 اكتوبر اللي كان بيتصور ان ممكن يستلم وحداته بعد 4 أو 5 سنوات. الحقيقه اتحقق ده في خلال سنه او سنه ونص. كمان الكباري اللي بتربط مدينه 6 اكتوبر وطرق الصعيد وخط المترو اللي احنا بننتظر افتتاحه عام 2018، كل ده هيؤدي بالمدينة الى تنمية حقيقية، وان الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في المنطقة الصناعية في 6 اكتوبر وبيوتهم على بعد كبير جدا بيستغرق من 2 لـ 3 ساعات في الوصول الى المنطقة الصناعية، كله هيبتدي يسكن في الاسكان الاجتماعي والاسكان اللي تم تسليمه في الفترات السابقة، والنهاردة كان في جزء منه كمان بيسلمه سيادة الرئيس اللي هو فيما يخص مشروع دار مصر. دار مصر طبعا، دار مصر ده من المشروعات العملاقة اللي الحقيقة ما كناش نتخيل احنا كمطورين عقاريين وبنشتغل في هذه المهنة انه ينتهي بالسرعة دي، وينتهي يعني بجمال التصميم ويعني الحدائق في وسط السكن وقربه من الطريق الدائري. الحقيقة يعني مشروع عملاق تم تنفيذه في 2 سنين، احنا شايفين حاجة ما كناش متصورينها ابدا في الفترة اللي فاتت. طيب لدينا كم وحدة بالفعل يعني جاهزة للتسليم في مدينة السادس من اكتوبر؟ لا يقل عن 500,000 وحدة سكنية في مدينة 6 اكتوبر. نصف مليون. نصف مليون وحدة سكنية، ولو احنا اعتبرنا ان مصر المفروض انها تنتج 2 مليون وحدة سكنية في السنة، ويكون نصيب 6 اكتوبر فيها 25%، الحقيقة ده إنجاز يدعو إلى التفاؤل والأمل، وإن المدن الجديدة مش بتتعمل فقط وتتساب، لا ده ليها استكمال وليها باقي من المشروعات اللي تخدم المجتمع والشباب والأسر اللي انتقلت من أماكن عشوائية بالكامل لأماكن حضارية زي ما بنشوفها في الصور وبنشوفها، يعني الحاجات دي كنا بنشوفها في الماكتات الأول، لكن الحقيقة بنفاجئ أنها على أرض الواقع وفيها الصرف الصحي والكهرباء والغاز، يعني الوحدة مش بتسلم غير إلا وجاهزة للسكن الفعلي. هذا ما قصدتيه بكلمة آدمية للشباب كما ذكرت. نعم. في بداية حديثك. طبعا طبعا، لأن حتى نسبة البناء والارتفاعات معمولة بطريقة يعني تخلي الشاب حس إن هو بيمتلك وحدة في مكان شيك وحضاري،
يليق بقى بيه دلوقتي كشاب، يعني مش عايز يسكن في حاجة عشوائية، مش عايز يسكن في أماكن نائية، مش عايز يعمل حاجة يعني بعيدة عن خطة الدولة في التنمية العمرانية. الحقيقة كمان الشباب مساعدنا بأن هو بيتجه إلى المدن الجديدة في التنمية، لأن التنمية دي واجب وطني، ما هوش بس سكن. طيب أيضا بالنسبة للكباري أستاذة عبير، نحن نعلم 6 أكتوبر طبعا لها علاقة بالدائري الذي نعلمه جميعا، ولكن الآن موجود ما يسمى بالدائري الأوسطي، وسيربط العديد من التجمعات السكنية الجديدة مرورا أو وصولا للسادس من أكتوبر. يعني لو تشرح لنا، يعني احنا النهاردة كنا شايفين حاجة تجريبية الحقيقة، وكنا منبهرين. احنا فاكرين ان ان احدى الكباري في 6 اكتوبر اللي من طريق مصر اسكندريه واللي بيؤدي لبعض الاقاليم مرورا بميدان جهينه ب 6 اكتوبر، الحقيقه كنا فاكرين انه لسه قدامه وقت. فوجئنا احنا سكان مدينه 6 اكتوبر يعني بمرور السيارات النهارده، يعني كان بالنسبه لنا حاجه يعني مبهجه ومفرحه وتدعو الى الامل ان كل شبكه الطرق في مصر الحمد لله بتسير بخطى سريعة جدا. يعني لو اتكلمنا عن طريق مصر اسكندرية، لو اتكلمنا عن طريق اسيوط الغربي اللي بيؤدي الى صعيد مصر، الحقيقة شبكة من والطريق الاقليمي شبكة من الطرق، ودي كانت اهم حاجة احنا كنا بنتمناها لتنمية اطراف جمهورية مصر العربية. فالحقيقة ال3 سنين او ال4 سنين اللي فاتوا كانت شبكة الطرق من أهم إنجازات الحكومة. يعني إحنا فعلا شايفين إن كل أطراف مصر موجودة بنقدر نستخدمها وبسهولة الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبير عصام المطور العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، كنت معنا على الهاتف.